هذا الشخص طايح له في بير، رايح سالم الحمد لله. هذه بير من البيار المهملة اللي لم يحط عليها شبوك ولم يحط عليها تحذيرات. فالرجاء من أمارة المنطقة أو شرطة المنطقة لفت النظر في مثل هذه. هذا الشخص في كانت الأرض مستوية مثل ما تشوفون، مستوية الأرض، جاء في الليل وطاح فيه.